خلاص رمضان خلص، كل سنة وانتم طيبين والعيد على الأبواب. ما دام العيد جه يبقى جات معاه حلويات من كحك وغريبة وبتفور، والواحد مننا بيبقى ياكل منهم طول اليوم من أول ما يصحى أول يوم العيد لحد ما ينام. وبتلاقي مشاكل ظهرت زي إن الإسهال والعسر الهضم، وأكبر مشكلة ظهرت وإن وزنك بيزيد بس في أيام العيد. إزاي آكل منها وأتجنب المشاكل دي في نفس الوقت؟ هتعرف في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله، انا خضر مظهر وانت تتفرج على مصر الفجوم. مبدئيا الواحد في رمضان اتعود على كميه اكل قليل وصايم حوالي 16 ساعه، وجسمك اتكيف على النظام ده لانه استمر عليه 30 يوم. طب اعمل ايه عشان اتجنب المشاكل الصحيه الاول اللي هي زي عسر الهضم والاسهال في ايام العيد؟ اول حاجه هتاكل وجبات صغيره مش كبيره عشان تهيئ معدتك وجسمك للنظام اللي ما بعد الصيام. اوعى تهمل منهم وجبه الفطار، ولازم تكون متكامله، يعني كربوهيدرات وبروتينات وخضروات، لانها بتشبعك فتره طويله، وبالتالي تتجنب انك تاكل الحلويات طول اليوم. اشرب ميه كتير وما يقلش عن 2 لتر ميه عشان تتجنب حموضه المعده وعسر الهضم. ما تبداش يومك بمخبوزات العيد لانها طبعا كلها دهون وسكريات، وده هيسبب لك اسهال شديد. نيجي للمشكله الاهم اللي هو ازاي اكل من مخبوزات العيد دي وما تخنش في نفس الوقت. عشان تحافظ على وزنك وتاكل الحلويات العيد في نفس الوقت، لازم تكون عارف سعراتك الحراريه المطلوبه منك في اليوم. وهتلاقيني عملت لكم فيديو ظهر في علامه الاي اللي فوق وسبت لكم في صندوق الوصف تحت، تقدر تحسب من خلاله سعراتك الحراريه المطلوبه منك في اليوم. مبدئيا كده لازم نعرف السعرات الحراريه اللي في حلويات العيد. كحك العيد الكحكه الواحده بس فيها من 200 ل 400 سعره حراريه، وبتفور البتفوريه الواحده بس فيها من 90 ل 200 سعره حراريه، وبسكوتيه الواحده فيها من 90 ل 200 سعره حراريه. هنقول ان شخص محتاج 2000 سعره حراريه عشان وزنه يبقى ثابت لا زايد ولا بيخس. لو قسمنا ال 2000 سعره حراريه دي على 3 وجبات في اليوم، هيطلع الوجبه فيها من 650 ل 700 سعره حراريه. يعني انت بس لو اكلت 3 كحكات كده انت اخذت ما يعادل وجبه كامله من وجباتك في اليوم. طبعا ما ينفعش تستثنى اي وجبه من وجباتك، يعني ما ينفعش مثلا تاكل 3 كحكات قابل انك ما تاكلش وجبه الفطار، او مقابل انك ما تاكلش مثلا وجبه العشاء. طب ايه الحل؟ اول حاجه هتاكل مخبوزات العيد دي ما بين الوجبات، يعني لو بعد الفطار يبقى بعد الفطار بساعتين، ولو بعد الغداء يبقى هتقلل من النشويات في الغداء عشان تعرف تاكل بعد الغداء الحلويات بتاعت العيد عشان تقدر توازن ما بين سعراتك الحراريه. تاني حاجه امشي بنظام شوق ودوق، كل بكميات قليله خالص، يعني حوالي 4 من مخبوزات العيد على مدار اليوم كله، يعني مثلا 2 بعد الفطار و2 بعد الغداء. تالت حاجه ابذل مجهود مقابل الاكل اللي انت اكلته عشان تبدا تحرق من سعراتك الحراريه اللي انت اخذتها من الحلويات دي. يعني ايه؟ مثلا انزل اتمشى نص ساعه او ساعه عشان تبدا تحرق السعرات الحراريه دي. رابع حاجه كل الخضروات والفواكه قبل ما تاكل الكحك او الحلويات العيد، لانها غنيه بالالياف وده هيقلل لك من امتصاص الدهون في جسمك وهيحسسك بالشبع لفتره طويله. اخيرا وازن اكلك، يعني كل حلويات وبلاش تشرب المشروبات المسكره، وقلل من نشوياتك في الاكل كله عشان تعرف توصل للسعرات الحراريه المطلوبه منك بس في اليوم ما تعدهاش عشان جسمك ما يتعبش وعشان وزنك ما يزيدش في فتره العيد. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد بعد عيد رمضان كريم عليكم. سلام.